أود أن أشكر الفيدرالية الإقليمية الوطنية لجمعيات أباء وأولياء وأمهات تلاميذ مؤسسات تعليمية بالإقليم على تنظيمها لهذا اللقاء التواصلي مع باقي الجمعيات لهذه المؤسسات الذي كان فيه موضوعها حول إعداد استعمالات زمن التلاميذ واحترام زمن تعلم التلميذات اللي من خلاله تمكن مداخلات هذه الجمعيات على أساس استفساراتها، حيث تم التأكيد على أنه زمن تعلم للتلميذ تم الحفاظ عليه، وكذلك على أنه يتم تأطيره انطلاقا من 8:30 إلى 2:30، وكذلك من 12:30، ثم كذلك من 2:30 زوالا إلى 6:30 مساء. وأنه مجلس تدبير له دور كبير في وضع استعمالات زمن تتلائم وطبيعة المؤسسة وكذلك المحيط ديالها والتلاميذ الذين ينتمون إلى هذه المؤسسات. وكانت تدخلات هذه الجمعيات جد ملائمة، وأنه حاولنا تأطير هذا اللقاء مع السيد رئيس الجمعية أو الفيدرالية الإقليمية الوطنية بالخميسات، وكذلك إجابة على بعض تساؤلات ديال الأمهات وأولياء التلاميذ في هذا الباب. وشكراً.